ازيكم يا مواليد برج العقرب، يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج العقرب ليوم الجمعة 10 ديسمبر كانون الاول 2021. اليوم انت تتعامل مع العقبات التي اعتقدت سابقا انك لن تستطيع التغلب عليها ابدا. كونك شجاعا استفد من هذه الفرصة في انك تقابل اشخاصا منفتحين وودودين، وعندما تستجيب بنفس الطريقة فإنه يفتح لك أبوابا جديدة لاستكشافها، وفي النهاية تصبح مجزية للغاية. بالنسبة ليك عاطفيا يا عقرب، يتم تكثيف أي مشاعر رومانسية تشاركها، وستشعر بالدفء الحقيقي والعاطفة بشكل أكثر شغفا. إذا كنت عازبا ستجد أنه من السهل مقابلة أشخاص جدد ومثيرين للاهتمام. في الواقع ليس عليك أن تبحث بوعي بهذا القدر عن شخص ما حتى الآن تستمتع بشراكته، فمن المحتمل أن يتواصل معك اليوم. بالنسبة ليك مهنيا يا عقرب، إن زملائك مفتونين بنهجك المريح والهادئ، إنهم ينجذبون إلى قدرتك على تطبيق نفسك على التعاون داخل الفريق، وأن يكونون مقتنعين بالطريقة التي تدير بها المهام اليوم. أنت تصور جوا مريحا وترغب في الحفاظ على العصف الذهني الجماعي والمناسب ليك اللي بيحقق ليك مكسب في النجاح. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، يشير شبه مربع عطارد وزحل هذا الصباح إلى احتمال حدوث تأخرات أو سوء فهم، وقد نحتاج إلى إدارة بعض المضايقات في اتصالاتنا وعبورنا. هذا المساء يحدث قمر الربع الأول، حيث تشكل الشمس في القوس مربعا مع القمر في برج الحوت. اليوم هناك موضوعات وأزمات يحيط بأي مرحلة من ربع القمر، حيث نشعر أننا مضطرين لاتخاذ إجراء. بعد فترة وجيزة أصبحنا ندرك كيف تؤثر أفعالنا على المقربين منا، وربما من خلال هذه التجربة والخطأ فيها يمكن أن يكون الوقت اليوم للتوتر والصدام والخلاف، ولكن أيضا وقت الطاقة عالية وتحفيزك عليها وللنمو. ويقضي القمر اليوم في برج الحوت مشجعا على الحاجة إلى التواصل مع عالمنا الداخلي. وبكذا بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.